بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، النهاردة هيكون آخر موعد لتسجيل الرغبات إلكترونيا في تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية. النهاردة أيضا في دورة تدريبية في جامعة القاهرة عن حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بالاقتصاد. ده غير أن النهاردة في 8 مباريات قوية في الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة آخر موعد لتسجيل الرغبات إلكترونياً في تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، ومفيش توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة. من حق الطالب أنه يختار الالتحاق بأي كلية في أي جامعة أهلية بشرط أنه يكون حاصل على الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية. النهاردة هينظم مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دورة تدريبية حول حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بالاقتصاد القومي. الدورة دي هتستمر لمدة 2 يوم بجامعة القاهرة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة. هتقام 3 مباريات الساعة 4:30 العصر، هيلتقي فيها الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا والبنك الأهلي مع إمبي وسموحة مع فاركو، والساعة 6:30 هيلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش، والساعة 9:30 بالليل هيكون في 4 مباريات، هيلتقي غزل المحلة مع الاتحاد والزمالك مع إسترن كامبني وبيراميدز مع الجونة والمقاولين العرب مع المصري. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 5 من عمر المسابقة، هيلتقي كريستال بالاس مع برينتفورد الساعة 8:30 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي برايتون مع فولهام، والساعة 9:15 هيلتقي تشيلسي مع ساوثهامبتون، وفي التاسعة تماماً هيلتقي إيفرتون مع ليدز يونايتد.